عناصر من الجيش السوري الحر يقومون باخراج القنبله العنقوديه التي تم تفجير. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا بشار الاسد البعثنا اياه هديه على العيد. تفرج اولاد اخوه شلون بعتينا هذول اولاد اخو الروس. اولاد اخو الروس هذا صار لكم فجر ما ولا ما فجر؟ هذا بقلبه انابل عن عنقوديه. طبعا هي القنابل اللي مش صاي هنيك ما؟ أيوة. نعم نعم. طبعا هي القنابل العنقوديه اللي لم تفجر مدينه تلبيسه 30/10/2012.